وانت بتقول وبتتكلم على كده، احنا يعني لعيبتنا مرت بمواقف كتير زي كده، واحنا عارفين وحصل الكلام ده. خلي بالك من خلال سيناريو الدوري لما كنا بنستضيف الناس واحنا كنا فرق بالعشرين نقطة، كان يقول لك لا احنا ما حسبناش الدوري غير لما على المستوى الرسمي فعلا خدنا الدوري. كمان على مستوى النصف النهائي اعتقد الامور واصلة بشكل جيد جدا، ان اللعيبة مش هتقول ان احنا وصلنا النهائي غير بعد نهاية مباراة يوم الجمعة. وعايز اقول لك كمان يا احمد ان انت عارف طبعا كان بيبقى في معسكر قبل المباراه دايما بيوم، لا المعسكر هيبقى بكره، لان موسيماني كمان عايز يوصل الرساله دي للعيبه ان احنا عندنا مباراه مهمه، فقال لك لا انا كمان هعسكر قبل المباراه ب 48 ساعه. فناخد من ديت، انت شايف التحضيرات لقبل المباراه اليوم الجمعه شايفها ازاي؟ وكمان اتكلمنا عن الشكل الفني، هل يبدا بنفس التشكيل؟ هل يبقى في جزء ممكن لعيب على حساب لعيب؟ قول لنا برضو وجهه نظرك. لا انا شايف يا كابتن، بس في نقطه اللي نضيفها، طول ما انت موجود في النادي الاهلي او لعبت في النادي الاهلي لحد الدقيقه الاخيره انت مطالب بالنتائج ومطالب بالبطولات. حتى لما كنا مثلا النهارده خدنا الدوري، بكره خلاص بنقفل نتيجه الدوري العام او الكاس مصر او البطوله اللي انت خدتها، وبتبص في اللي جاي. فده طول ما انت موجود في النادي الاهلي على طول امكانياتك هتبقى كده، وده اللي انت موجود فيه نادي القرن. عشان كده بنتكلم عن تحضيرات الراجل اكيد عامل، احنا انا شايف بعد التصريحات بعد اللقاء على طول قال لك انا كنت يعني ابتديت اشوف اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، رجعت لها ثقه الفوز بره والنتائج اللي هي الايجابيه اللي هو كان اللي هو الطبيعي بتاع النادي الاهلي. فشفنا اللي هو ابتدى يفرج اللعيبه على مثلا في على شريط الماتش اللي كل واحد يشوف النتائج بتاعته ويشوف السلبيات اللي عملها في اللقاء. فدي حاجه مميزه توريك للراجل، عشان كده بنتكلم راجل عارف امكانيات النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي، فلما جاي عارف هو بيعمل ايه، بيتعامل ازاي. غير ما حد كان ممكن ياخد لك وقت ماتشين ثلاثه ما يقدرش يلم نفسه ويلم الفرقه. فالراجل محضر بشكل كويس. لو جينا نتكلم على التشكيل، ما اظنش اللي هو هيغير بشكل كبير، هيبقى عنده نفس اللعيبه الموجوده باختلاف ممكن لو فتحي ممكن يديله من اول اللقاء او لا. بالذات الكابتن خلي بالك فتحي كمان مش هيقدر يكمل معاك النهائي اللي هي النهائي، يعني طبعا هو مش هيقدر يلعب النهائي او خلاص يعني عشان الدوري هيخلص، فعشان كده هو بيعتمد على محمد هاني. فانا شايف اللقاء هيبقى متهيألي نفس التشكيل، نفس الشكل اللي هو بيعتمد عليه، مع اختلاف ممكن مروان او باجي ممكن يديله من اول لقاء. فدي النقطه اللي ممكن فيها اختلاف يعني. طيب.